No, no, cuando te diga yo. Ahora, ahora, ahora. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم واحد في 2017، يعني اول نهار للعام، وموجود في المطار. دابا غادي نتوجه الى واحد المدينه جميله ومدينه رائعه ومعشوقة الجماهير، وهذه المدينه هي برشلونه. Bienvenido a Barcelona. في الاوتيل وغنروح باش نعس، لان الليل فات ما نعس غير 3 ديال السوايع، وانت قبيله ما طلبتش الكاما. سو كما كنقول دائما النصيحه ديالي، وانا كما تصل الاوتيل اول حاجه خصك ديرها هي جرب الكاما. سو مزيانه جود. اذا صباح الخير في هذا اليوم المشمس والجميل من هنا من برشلونه. دابا عاد خرج من الاوتيل، يعني دابا عاد الصباح دابا، وغادي نمشي نتسارى ونشوف شنو كاين هنايا في برشلونة. اول مره كنزورها يعني كزياره توريستيكا، فقبل كنجي لها غير باش هذا كندوز عليها ولا شي حاجه. فهادي اول مره غادي نزور برشلونة. سو هاد اليوم كاين اليوم نهار مشمس وجميل وحاسم الشمس. اذا خليكم معايا ويلا نمشي نشوف شنو كاين. رامبلا الشارع هذا اللي معروف كيجيو له السياح بزاف، يعني النهار كامل تبرو عامر والليل كامل. فهنا هذا الشارع هذا يكون عامر بهاد الحوانت هادو الصغارين اللي كيبيعوا يعني السوفينيرز ولا السوفينيرز، واللي معروف هذا الشارع هذا هو هذا كيكون فيه السرقه بزاف. ففما مشيتي كتجبر البوليس واقف. فهذه هي المعلمه ديال كولوم. فالناس اللي ما كيعرفوش كولوم، طيفطاتو الملكة ايزابيل من الجهة الأخرى ديال الكوكب ولا العالم، باش مازال ما يطول الطريق ولكن ما يخلصش الضرائب. و واكتشف أمريكا. دابا كنتواجد في معلمة لا ساغرادا فاميليا. هذه واحد يعني معلمة ديال برشلونة وهي مشهورة في العالم كامل، يعني كل السياح كيجيو يزوروها. عيطوا للمعلمة اللي مغمرة غادي تكمل، لأن باقي يبنوا فيها، يعني باقي ما كملوا البنا ديالها. كما كتشوفوا كان هاد القروات هادو ولا هاد الماكينات اللي كيبنيو بهم. فهم كيعيطوا للمعلمة اللي مغمرة غادي تكمل، لأن أنا مشي ما عرف فوقاش ما كانش كيعدلوا فيها. باش تدخل داخل خصو يكون عندك الدخلة اللي كتواجه 15 أورو، ومشيت باش نشري عقل لك فول يعني عامر، ما عندك فول يوما يعني عامر ما عندك من كيف تدخل. وانا النهار الوحيد اللي عندي برشلونة هو اليوم. اذا نزهرت بيدريرا، هذه المعلمة اللي مصممها غاودي، هو واحد مهندس مشهور، فهو عنده بزاف ديال التصاميم في برشلونة، واشهرها هي هذه البيدريرا. هذه باش تدخلها ثاني اختي خصك الفلوس، خصك واحد 22 اورو. سو نو اللي كت هو هذه المعلمة اللي كتواجد في باسيو لاغرافيا، يعني معروف
المحلات التجارية الفخمة والماركات العالمية مثل فرادا والكثير 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 والكثير. ودابا نهبطوا في الشارع هذا كاين قالوا لي كاين واحد الدرب الاخر ولا واحد الصندوق الاخر تا هو نايس تا هو مزيان. وفي نفس الشارع ايضا كاين هذه المعلمه ديال كازا باطلو ديال لاوتاني عمو غاودي. هاد غاودي راه معمر برشلونة بالمعالم هنايا، فكما كتشوفوا هي تاني بحال شي دار ولا بحال شي متحف هنايا. باش تدخل لوقت غادي تخلص واحد 22 23 اورو ناخذ في صغار عليهم هما يبنيو حنايا. ومرحبا بكم في ملعب معشوق الجماهير باي اف سي اف سي برشلونه. فاحنا دابا كندوزو في كام نو ودخلها خصك تمشي تشريها، كلشي هنا خصك تمشي تشريه. دابا غادي نمشيو ندخلوا للمحل الاوفيسيال ديالهم، الشوب اوفيسيال ديال كلوب برشلونه، ونشوفوا واش نقدروا ندخل شنو الدخله ولا تهيا ثاني والو. خليكم معايا وما تصفيوش. فزقتو على كاميستا ديال كريستيانو رونالدو قال ما عندوش. ها هو التيكيت هذا باش كتعمل اكسبيرينس هنايا، التور اكسبيرينس ديال كام نو 25 اورو اقل به. هنا كيعدلو التصاور لو بغيتي تشريهم تخرجو تشريهم. دابا غادي نخرجوا الى الملعب. سو Astonishing!
جاينا. إذن هنا من محطة سانس كملنا رحلتنا إلى برشلونة، ودابا غادي نتوجه إلى فالنسيا. ما تنسوش تتابعوني في الفيسبوك والإنستغرام، نلقى في فيديو جاي إن شاء الله. السلام عليكم.